أيها السيد الأدب كل أبواب القدس ليسوع المسيح نسأل نرى المسجد ساكن البشر ارشد عبيدك بيمينك الدهم عسكرك في السماء أرعاهم باركهم ثبتهم احفظهم كل أفعال الشيطانين أبواب مقاتلتك احفظهم كل حين ليكونوا بلا خطية لكي يجاهدوا الجهاد الحسن الذي نحبنا ويكملوا سعيهم حسنا ويحفظوا الأمانة بغير التحمل ولا من ولا لوم عليك ودعوتهم الى الوعد الصادق نسال اطفال مجدك المقدس اجعلهم مستحقين لوعدك الطاهر الكريم احفظهم كل فخاخ ابليس وكل جنوده هب لهم صلاحا واتضاع قلب ووداع ونصح وايمان ورجاء ومحبه بابنك الوحيد ربنا المخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد والاكرام امين شدوا على حقويكم بجميع رباط الله وقوة التوبة بالمسيح يسوع ربنا كريال Oh,
زكريا منافس على رئيس الأرض ومن اسقيت مقلص ثلاث مرات تجيب الفلوس نشير بشوي سالمين امين زكريا منافس على دير سيد العزراء السويان افز مرغود نجيب مغنيس نشير يسوس بخريستوس بن شوي امين زكريا منافس على دير سيد العزراء مريم بريتي تشيب مقلص زمرازي Ah.
اعلموا يا الإخوة مقدار النعمة التي أدركتكم لأنكم قد لبستم شكل الملائكة وأقمتم ذواتكم جنودا للمسيح وتقدمتم إلى جهاد صالح. أول كل شيء قد تجددتم وتنقيتم من الأعمال الرديئة التي للعالم، كما قال أبونا القديس العظيم أنطونيوس أبو الرهبان: إن الروح الذي يحل على المعمودية المقدسة هو يحل على شكل الرهبنة ويطهر الذي يصير راهبا. ثم يشهد أيضا عن أبانا القديس أنطونيوس قائلا: إنه رأى ذاته وكأن نفسه قد خرجت من جسمه وأعاقوها في الجو، وأرادوا أن يحاسبوها من صغرها. وإذا صوت من السماء يقول: إني من حين صغره إلى حين صار راهبا قد تركت له ذلك وغفرت خطاياه بالرهبنة، ولكن من وقت أن صار راهبا حاسبوه. وهكذا حاسبوه فوجدوه غير لوم كريما أمام الرب ذا أعمال فاضلة. والآن أيها الإخوة، ها قد طهرتم من دنس العالم الكثير الأنواع، فاحفظوا نفوسكم منذ الآن لتكونوا جنودا صالحين للمسيح ملك الملوك، وتقاوموا الحرب الخفية التي لإبليس وجنوده الأشرار. واحفظوا العهد الذي قدرته الآن بأن تعبدوا الله بخوف ورعدة، وتتلو في المزامير مع سهر الليل وتلاوة الإبصالمودية وصلاة الكنيسة المفروضة. تكملون ذلك بكل اجتهاد مع صوم بمقدار ونصف وطهارة الجسد، لكي تكونوا صديقين صديقين للملائكة الأطهار، وأيضا الخضوع والطاعة تكملوها. واحرصوا أن تسمعوا من يرشدكم إلى طريق الله ووصاياه المقدسة إلى حد الموت، لكي تنالوا تاج أبناء الله وترثوا ملكوت السماوات، ويكون لكم نصيب وإرث مع كافة القديسين الذين أرضوا الله منذ البدء. والرب الإله يساعدكم في كل عمل صالح، ويحرصكم من التجارب إلى النفس الأخير، ويجعلنا جميعا مستحقين سماع الصوت الممنوع فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسم الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم بشفاعة كافة القديسين. آمين.